نعم سوف تجده أنت على شكل الروسية أو الصينية أو شيء من ذلك. هذه هي اللغات التي يقبلها. انظر هنا، هنا البريطانية وكذلك الروسية. أنت تقوم بالضغط كذا على البريطانية أخي، اللغة البريطانية. نعم على العموم هذه وجه حسابي لقد قمت بالدخول. هنا يعطيك أن الإيميل الخاص بك مفعل. نعم وهنا سوف تقوم بوضع هنا في هذه الخانة النمبر الخاص. نعم النمبر، نمبر فون الخاص بك تقوم بوضعه هنا وتقوم بإدخال ذلك الكود الذي سوف يقوم بإرسال لك في الهاتف الخاص بك. على العموم هذا الموقع أولا والرائع فيه أنه يعطيك 10,000 كوين، يعني سوف تشتري شجرة مجانا يهديها لك هذا الموقع الرائع. نعم أنت يوميا عندما تقوم بتسجيل وتفعل حسابك أو شيء من القبيل تقوم بالضغط أولا على البونس. البونس فتحصل على بونس من هذا الموقع. سأضغط هكذا على جيت أبونس هكذا. انظر هكذا، انظر هنا أعطاني 36 كوين يا أخي، لقد انضافت إلى هنا الحمد لله. الآن تقوم بالرجوع. نعم عندما في الأول سوف تجد أن الموقع أعطاك 10,000 كوين، سوف تجدها هنا يا أخي. نعم أنت في الأول سوف تشتري تلك الشجرة ب10,000، نعم مجانا يعطيك إلى الموقع، لكن ضروري عليك الاستثمار لكي تتيح فرصة السحب من هذا الموقع. نعم ضروري عليك الاستثمار. مثلا أنا قمت بشراء حقل سأريكم إياه هنا. انظر هنا هذا هو الجيم الخاص بي. انظر كم من شجرة قمت بشرائها. نعم هو يعطيك، هو يعطيك هذه الشجرة تعطيك أوراق الشاي. نعم هذه أوراق الشاي تنضاف إلى هنا، وعندما تنضاف إلى هنا يجمع لك الكثير من أوراق الشاي على حسب على حسب العمل الخاص بك. تقوم بإرسال، تقوم بالضغط على هذه الأوراق، تقوم هي ترسل إلى هنا إلى في الدولار. وعندما تقوم أنت بالنقر هنا على هذا الدولار سيل تقوم بسحبها إلى هنا. هذا السحب 50% يذهب إلى الجولد و 50% يذهب إلى الكوين. الجولد هو الذي يسحب. نعم إذا كنت تريد سحبه أموال إلى محفظتك في الباير أو البيتكوين أو البيفكت موني. نعم الآن سأقوم بالسحب. أولا كيف تشتري الشجرة؟ أنا أنظر إلى الشجيرات، أنا مستثمر الحمد لله، دائما أنصح بالاستثمار في هذه، في هذا الجولد، في هذا الحقل الرائع. نعم أولا نذهب إلى الشوب، هو الموقع أعطانا 10,000 كوين. نعم 10,000 كوين أعطانا إياه الموقع. سنقوم بشراء شجرة واحدة. نعم على الشكل التالي، 10,000 كوين تشتري لك شجرة تعطيك 100 ورقة من الشاي في مدة ساعة واحدة. أما هذه الشجرة ب 100,000، نعم البري الخاص بها تعطيك 1,000 في الساعة يا أخي. على العموم أنت لديك 10,000 كوين تشتري شجرة واحدة هكذا هكذا، تضغط هكذا على واحد على الشكل ثم تضغط على باي وتشتري هذه الشجرة. أنا أنظر كم لدي في الرصيد الخاص بي، سوف أزيد من شرائي لهذا الشجر. الحمد لله إن شاء الله سوف أشتري الكثير الكثير من هذا الحقل، وإن شاء الله أصل إلى هذه الشجرة الرائعة التي تعطيك الكثير والكثير إن شاء الله. مثلا أنا سوف أشتري مثلا هذه الشجرة على الشكل التالي. يقول لي نعم هكذا، لا يقول لي المبلغ ليس هو بالمراد به، أنا ليس لدي ذلك المبلغ 100,000. نعم في البري الخاص به هنا، نعم في البري الخاص به هنا. الآن سأنا أشتري هذه الشجرة، سأقوم بشراء 10 شجرات أصمال. نعم سأقوم بالضغط هنا على واحد. نعم انظر هنا المبلغ الخاص بي، انظر هنا كم، سوف أشتري شجرة واحدة هكذا باي يا أخي. نعم نعم الحمد لله قد قمت بشرائها. انظر سمال بيش سكسيفيلي أخي، لقد قمت بشراء شجرة الحمد لله. نعم لم يتبقى لي إلا 9,876 كوين يا أخي. الآن سأقوم بالذهاب لكي أقوم باللعب في هذه الشجرة، سأقوم بوضعها في المكان المخصص به. أنت قم بوضعها، انظر هنا هذه الأخت تقول لك ضع الشجرة الخاصة بك الذي قمت بشرائها الحمد لله. الآن سأقوم بوضعها أي مكان أنا أريد وضعها سأضعها في هذه الشجرة. أنا مثلا أنا أريد وضعها في هذه الخانة، نقوم بوضعها في هذه الخانة هكذا. الآن انظر هنا لقد قمت بوضعها الحمد لله. هذه الشجيرات جميعا تعطيني أرباح، هذه الأرباح. نعم هذه الأرباح تنضاف إلى هنا. انظر هنا سأقوم بالضغط على هذه الأرباح هكذا. انظر هنا هذه الأرباح لقد أصبحت أموال، انظر هنا في الدولار. نعم عندما أضغط كذلك على هذا الدولار سوف ينضاف النصف، نصف هذه الأموال سوف تنضاف إلى الجولد، والنصف الآخر سوف ينضاف إلى الكوين يا أخي. نعم سأضغط هكذا. انظر هنا، انظر هنا، انظر هنا يقول لك انظر الرصيد 5,357 انضاف إلى الجولد و 5,357 انضاف إلى الكوين يا أخي الحمد لله. هكذا يكون العمل عبر هذا الموقع الرائع. الآن سوف نتطرق إلى كيفية الاستثمار في هذا الموقع. نعم تطرقنا إلى كيفية شرح كيف تشتري شجرة مجانية أو شيء من القبيل. الآن طريقة كيفية الاستثمار. نعم الآن سوف نقوم بالاستثمار. مثلا أنت لديك الباير أو الفيزا كارد الرائع في هذا الموقع لكي تكون، لكي تتأكد الموقع صادق، هو يقبل الفيزا كارد والماستر كارد والبيرفكت موني. مثلا انت تريد مثلا الباير، انا الباير هكذا. انظر هنا على الاقل قم باستثمار $1 في هذا الموقع لكي يكون في علمك يا اخي. نعم مثلا انظر هنا، انظر هنا يقول لك ان نعم اخي مثلا انا سوف اقوم بالاستثمار في هذا الموقع وسوف اشتري 100 روبل. 100 روبل اضغط هكذا على مايك ديبوزيت هكذا. انظر هنا تقوم اضغط على باي هكذا.
لانني انا مستثمر الكثير الحمد لله في هذا الموقع. قم باستثمار حتى 10 دولارات 20 دولار 30 دولار في هذا الموقع، كلما كان استثمارك كبير كانت ربحك كبير الحمد لله. مثلا هكذا بالدولار، اختار الدولار، انظر هنا 1.72 دولار، سوف اختاره هكذا ويقوم بادخالكم مباشرة الى الباير هكذا، ثم نختاره هكذا كونفيرم هكذا، وحنا قمنا بالشراء. انظر هنا في الرصيد الخاص بي، لقد انضاف الى الرصيد الخاص بي الحمد لله. انظر هنا في الاكونت الخاص بي، الان سوف اقوم بالشراء. نعم انظر هنا، سوف يمكنني شراء حتى شجرتان. نعم الان ساقوم بالشراء ايضا في هذا الموقع. نعم ساضغط هكذا على شجرتان هكذا، اثنان شجرتان، ساضغط على باي هكذا. نعم لقد قمت بشرائهما الحمد لله، لقد قمت بشرائهما على الشكل التالي. سوف اضغط هكذا على جيم هكذا وساقوم بوضعهما في الحقل الخاص بي. نعم قم بالاستثمار، اشتري قدر المستطاع من الشجيرات لكي تربح عليها. مثلا انا سوف اقوم بوضعهما هنا، ساقوم بوضع شجره هنا، وساقوم بوضع شجره هنا. نعم ها انظر هنا لقد انضافت هذه الشجيرات هنا، وهذه انظر هنا الارباح كيف تنضاف الحمد لله. انظر الارباح تنضاف، هكذا يكون العمل. الان ساتطرق لكيفيه السحب من هذا الموقع، ما عليك الا الضغط هكذا على ويز دراو. نعم ويز دراو يا اخي، عليك اولا ان تقوم بوضع البنك الذي تريد السحب عليه. مثلا انا سوف اقوم بالسحب على الباير هكذا او البيتكوين، ويقوم باعطاك الروبل الخاص بك. مثلا انا هذا هو الروبل الخاص بي الذي يسمح لي ان اقوم بسحبه من هذا الموقع. لكي يكون في علمك ضروري عليك ان تكون مستثمر في هذا الموقع لكي تسحب. نعم ساضغط هكذا على ويدراو كاش، وهو قد قمت بالسحب الحمد لله، لقد تم السحب بنجاح من الموقع. ساريكم سحبي في في الروبل يا اخي. انظر هنا ها هو السحب يا اخي، انظر التاريخ، ساريكم سحبي، انظر انظر هنا في الروبل الخاص بي. ساقوم بالضغط هكذا على داشبورد هكذا، وانظر هنا 59 روبل الحمد لله. هذا هو العمل الحقيقي عبر الانترنت، هذه المواقع الصادقة التي ادلكم عليها. هكذا سوف تضمن مدخولك اليومي عبر الاشتغال بذكاء عبر المواقع الصادقة والمربحة. والله اخواني هذا الموقع يدعمه اخوان من الصين ومن بريطانيا. نعم الحمد لله لكل شيء. هذا هو الموقع الرائع جولدن تاي، الشيء الذهبي يا اخي. كيف تقوم به، كيف تقوم بشراء شجيرات ووضعهم في الحقل الخاص بك، وكيف تربح منهما الكثير الكثير من الاموال بذكاء. انا الان ساقوم بالاستثمار قدر المستطاع لكي اضع في هذا الحقل جميع الشجيرات. نعم سوف اقوم بملء هذا الحقل بالشجيرات لكي اربح الكثير كثير من الدولارات. والله يا اخواني انظر هنا الى السحوبات من هذا الموقع، الكثير يربح الالاف الدولارات من هذا الموقع لكي يكون في علمك. انظر هنا، انظر هذه كلها سحوبات الحمد لله. انظر هذا هو السحب الخاص بي انا مؤخرا، انظر هو الاسم الخاص بي، انظر اخر السحوبات، انظر انظر. والله يا اخواني صادق ومربح الحمد لله. كذا ادلك لكي تقوم بتطوير نفسك قدر المستطاع في المواقع الربحيه. نعم الحمد لله، كذا نعمل ونتعاون مع بعضنا البعض لكي الكل يربح ويضمن مدخوله اليومي. كان وضعون الجولدن تاي.